أهلا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار. أطلق سراح 3 مهندسين أتراك في ليبيا بعد 8 أشهر من اختطافهم في مدينة أوباري. وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي المقترح أن المهندسين 3 وصلوا إلى مطار معتيجا بطرابلس السبت قادمين من أوباري، مضيفا أن وزير الخارجية بالحكومة المقترحة محمد سيالة وسفير تركيا لدى ليبيا كانا في استقبالهم. وحسب المكتب فإن الأتراك الذين يعملون مع شركة أنكا التركية المنفذة لمشروع محطة أوباري البخارية سيعودون إلى بلادهم في وقت لاحق من اليوم الأحد. أكدت مصادر محلية من درنة نزوح عشرات العائلات من منطقتي الساحل وباب طبرق الواقعتين تحت سيطرة ميليشيات الكرامة. قالت المصادر للنبأ إن أسباب نزوح العائلات تمثلت في تفشي حوادث السرقة والسطو بقوة السلاح على عدد من المنازل والمحال بالمنطقتين من قبل ميليشيات الكرامة، إضافة إلى الاعتداء والاستيلاء على بعض البيوت. هذا وفي خبر آخر، ذكر مصدر بقوة حماية درنة أن طائرات إماراتية دون طيار شنت غارات على حي المغار وسط المدينة ودمرت منازل للمواطنين. وأكد المصدر للنبأ أن الغارات المتكررة التي تنفذها الطائرات على المدينة لم تسفر عن أي إصابات في صفوف مقاتلي قوة حماية درنة. نهاية الموجز، مشاهدينا إلى اللقاء.